في موسم الحج في موسم من مواسم الحج كنت واقف ألقي كلمة أو محاضرة بس وأنا واقف في مخيم كبير جدا، وبعدين وأنا جالس وأنا واقف أتكلم لقيت أخ جالس بطريقة مضايقاني قوي، يعني أنا واقف أتكلم صدر ضيق وعاوز أقول له حاجة لكن مش عاوز أحرجه. راجل قاعد حاطط رجل على رجل بطريقة معينة يعني صعبة قوي على نفسي أنا. وخلصت المحاضرة وخلاص قلت بلاش أبص له أغض الطرف عنه لأن فيه وجوه ممكن ربنا يعني يكرمك بها وتستريح، ممكن على المنبر تبص تلاقي وجه خاشع باكي ترزق بفضل الله، وطبعا إخواننا اللي طلع على المنبر عارفين الكلام ده، وجه تاني تشوفه تقفل عليك تقفل خالص يعني سلم يا رب. فأسلم حل لإخواننا الدعاء ابعد ما تبصروش تاني كأنه مش موجود. فأنا غضيت الطرف وخلصت له، وبعدين بعد ما خلصت معدي فمعد عليه فلقيته بيشور لي قلت له كمان يعني جواه يعني كمان أترين أنا اللي مليان عجب وأنا مش واخد بال، أنا اللي جوايا عجب ومش واخد بال. فرحت له فلقيته بيقول لي تعالى 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 عشان نفسي أبوسك وحضنك، وهو قاعد بدأت أخاف وحسيت إن في حاجة في رسالة ليا لازم أستوعبها. فلقيت الرجل بيبكي وهو جالس بيحتضنه بيبكي، وقال لي كان نفسي أحضنك وأنا واقف والله تدعي لي. قلت له أدعي لك أدعي لك بإيه؟ قال لي والله يا شيخ محمد أمنيتي إن أقعد زي ما الناس كلها بتقعد، مش قادر يقعد على المقعدة زي ما كلنا بنقعد، وأنا جوايا إنه راجل متكبر. عشان كده النبل إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث.